مع شمال افريقيا الى حد ما، بعيدا عن احنا فيها بنتكلم شد قبل نهائي شوية. اكبر بطوله في القاره، لكن الى حد ما بتبقى ماتشات كده مباراة صعبة، حساباتها مختلفه. مباراة صعبة، مباراة النادي الأهلي أمام الوداد وحتى الزمالك أمام الرجاء، أعتقد مباراة صعبة جدا الحقيقة. الوداد من الفرق الكبيرة في أفريقيا مش بس في المغرب، تاريخه الكبير جدا سواء في يعني في أفريقيا حصل على بطولتين 40 بطولة للدوري هناك، تاني الدوري المغربي حاليا بفرق نقطتين عن الرجاء، يعني فرقة كبيرة وتمتلك إمكانيات لاعبين مميزة جدا. المباراة هناك كمان هيكون في شحن كبير جدا جدا للاعبين، اعتقد يعني محتاجه استعداد خاص جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي، في اصرار كبير جدا. النقطه اللي انا بتكلم فيها انه الاصرار على احراز البطوله هذا الموسم هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي في الحصول ان شاء الله على البطوله، لانه في ظروف صعبه، في اصابات كتير في النادي الاهلي، في ظروف عدم استعداد بنسبه 80-90%، دي الحاله اللي غالبا بيوصل فيها لاعب الكره في هذا التوقيت يعني. وبالتالي النادي الاهلي يمكن محتاج فعلا دفعه معنويه كبيره جدا، روح قتاليه كبيره جدا داخل الملعب، علشان نقدر ان شاء الله نتخطى الوداد المغربي ان شاء الله في هذه ان شاء المباراه. الله. ان شاء الله تفضل تقابل مين؟